فهمتك جيدا، أليس كذلك؟ أنت تريد مني أن أقوم بإطلاق سراح ابن سافجي، صحيح؟ ألا تفعل هذا حتى إن كان خيرا لي؟ ها؟ نخرجه من القلعة ونقول إننا وقعنا في فخ، ما رأيك؟ ألا تفعل هذا من أجل صديقك؟ لقد نهضت المرأة وأتت إلى القلعة يا فلاتيوس، كن رجلا. أنت لا تفهم شيئا من الحب. سيدي، جاء السيد دوندار. إنه خبر جميل، خبر جميل. أبي. يا أبي الغازي، يا أبي السيد، من يعلم ما النيران التي وقعت في قلبك، وما القرارات التي اضطررت لها؟ أحبابك وشعبك، عائلتك وقبيلتك، أرضك وروحك، دمك وقضيتك، السيادة، منصب اتخاذ القرار، ويتطلب التضحية دوما. الشعب يأتي قبل الأحباب حتى، وقبيلتك هي عائلتك الكبيرة. إن لم يكن هناك أرض فلا توجد روح، ودمنا يراق في سبيل قضيتنا. لكن أنا لا يمكن أن أسلم أي أحد، لا سيفي ولا إخوتي ولا ابن أخي.